صفة التيمم. ربي برباب تيمم. ينوي بقلبه. يعني نخرج جد. يسمي يقول بسم الله. ينصب بسم الله. ثم يضرب بباطن كفيه فقط على الأرض ضربة واحدة باليدين. بالطمع كين يوم بعد داير باهينه كواي تكان داي دكروي تيممه. ويمسح الوجه. روي كيوم مك جد مك. ويمسح ظاهر الكف اليمنى باليد اليسرى بباطن كف اليسرى. بالطمع جد خنق داي كان سدام داي. ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى. بنطب مك ينترو تجود خنق داي كان شوي داي بات داي كان سدام. يخرج بهذا يصلي. بنطب مك قد عاجين داي ربيبني عاج تو سمبه يان بان. متى يستطيع المسلم أن يتيمم؟ طابينا نه إسلام عاج إذا لم يجد الماء نبينا دائما من تك أو كان يحصل له ضرر باستعمال الماء كأن يكون برد شديد أو مرض مثلا رقا قد من بانها دائما آج برا تك بان دو جي ترجع رنغي خلان رقا قد من جمع دائما آج برا تك بان